السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في متابعه ثيرابي مع نعيمه. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هو فقاس بريستيج كيجي غزال بزاف بالفواكه الجافه. كنتمنى تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. وكيجي مقرمش بزاف نسيت ما قلتلكمش. ودابا غندوز للمقادير والطريقه. الشكل ديالو كيجي غزال بزاف. هذا ماشي على بركة الله. عندي هنا 6 ديال البيضات. عندي هنا كاس الا ربع ديال الزيت، زيت المائدة، العبار بكاس ديال العنبة. عندي كاس وربع ديال السنيدة، والاختيار كيبقى لكم بغيتو تزيدو بغيتو تنقصو نتوما حرين. عندي هنايا كاس الا ربع ديال الحليب. عندي 4 كاس ديال الزهر، تقريبا 4 كاس او اكثر. عندي هنايا القرقاع، كيبقى اختياري داكشي اللي عندكم متوفر في الدار، القرقاع ولا اي حاجة. هنا المشماش. عندي هنا الزبيب، اللوز هانتوما شتو راني مرطبه، بايته مرطبه في الزهر. عندي هنايا فواكه مرقده. عندي الحامض هانتوما شتو، او الليمون هكا مرقد. عندي اللوز سمحوا لي هذا راه تكون مرقد وهو راه معسل. شويه ديال الملحه. عندي هنايا الطحين، جوج خمارات من فئه 8 غرام. الطحين كيبقى على حسب الخليط. اللوز إفيلي، اللوز إفيلي أنا قلت لكم باقي اللوز إفيلي. لا ما كملتش إن شاء الله غنبدا نخلطو. أنا درت البيض في هاد الكسعة، غادي نزيد ندير سنيدة. كنزيد الزهر والحليب، كنزيد الزيت. دابا كنضيف الطحين شوية بشوية، واحد الخميرة. الخميرة ماما درتيها وسط منهم. درت وسط من هنايا. درت الخميرة هنايا في الطحين. كنجمع حتى نشوف داكشي اللي غادي شحال غادي يخلط ليا الطحين، حيت كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. غنجمع كلشي عاد نرجع معاكم. صافي انا درت هنايا شويه ديال الطحين وانتم شفتوا. دابا غادي نطلق، غادي نطلق مزيان انتم شفتوا. غادي نحاول نبقى ندير لها بحال هكا، نديها ونجيبها هكا حتى تولي كاريه. صافا غنولي ندير هاد الفخوي هذا هكا هكا، غندير غير عشوائي. كما قلتكم نتوما اللي كان عندكم متوفر في الدار، الشريحة، اي حاجة كانت عندكم نتوما اختياري. داكشي حيت عندي انا هنا في الدار متوفر صايبتو. غندير الزبيب، صايب مشماش، دابا كنصايب القرقاع. شفتي هادشي راه ما تقطعو ما والو، حطو مباشرة كتجي كيجي فقاس ساهل ساهل بزاف. وكيما قلتكم انا راه عندي فقاس، عندي بزاف ديال الانواع ديال الفقاس عندي في القناة. دايرة فقاس بريستيج، ودايرة فقاس ديال سنجلان ديال القرقاع، وهذا عاوتاني واحد اخر نوع اخر ساهل ما تقطع ما والو، كدير كلشي مباشره. دابا غادي ندير هذا اللوز. صراحه راه كيجي عامر ولكن ما ننصحكمش ديروه، لان الا درتو راه غادي تسيزا بزاف راه فهمتوا. دابا غادي نولي نمعس هاد الفواكه. كما قلت لكم غندير بحال هكا، نحاول نضغط على هاد الحركة الفواكه هنا في العجينة. هانتوما
عندي واحد الاخت طلبت لي هذا الفقاس وقلت نصايبو ونبارطاجي معكم علاش لا. دابا غادي نحاول نتني بهكا حيت هنا الا جيت نتني هنا عندي هاد عندي هنايا شويه قصير، من هنايا غادي يجيني هكا الفودان طويل. وغادي نعاود ندورها هكا باش نعاود نتحكم فيها مزيان كيف ما بغيت. حاولوا تضغطوا على العجينه هكا هاد الزائد هذا، ضغطوا على هنايا مزيان باش تشد لكم العجين هنايا. انتما شفتوا باش ما تحلش، ودائما ما تكونوا تحطوا في اللاطا حطوا هاد هذا المفتوح تحطوه تحت اللاطا. دابا غناخذ اللاطا، انا راه كنت درت جوج قبل. هانتوما هنايا خرجوا لي ثلاثة ديال لي بوطان، هانتوما دابا غادي ندهنهم. أنا هنا خديت غير بيض البيض، هانتوما شتو كطربوه مزيان. دابا غادي ندهن هاد البودانة، هاد علاش دهنتو أنا هذا؟ دهنتو على قبل باش شد ليا فيه اللوز، داك اللوز يفيلي انا راه تلفت صافي. غادي نجيب هذا، راه وريته لكم قبيله في الاول، راه هو باش غادي نزين. هانتوما شتو راه اللوز يفيلي شويه تهرس ليا بزاف، ما بقاش شاد راسو. دابا غنحاول ندير هكا، صافي غنبقى حتى نكمل كلشي ونرجع معكم. صافي هو دا انا راه درتو في الفران طاب. قبل ما نديرو في الفران شديت هاد ديال عود الشواء تقبتهم هكا من الجناب باش ملي نديرو الفران ما يتفرقاش ولا يطرطق، وشعلت عليه الفران وعاد درت الفقاس، ماشي شعلتو وبقى سخون حتى درت الفقاس عاد شعلتو. كيما كنقول لكم دائما الفقاس دائما تشعلوه في الفران بارد. ودابا غادي ان شاء الله نقطعو، ودابا غنحاول نقطع. هانتوما شوفو كتجي فيه واحد، هانتوما شوفو داك الفواكه كتجي فيهم واحد المنظر غزال غزال بزاف. هانتوما تشوفو تقدروا الا بغيتو نتوما يجيكم شويه الفقاس صغير تقدروا ديروا ربعه ديال لي بودا، انا درت غير ثلاثه. هانتوما شفتو راه ما كيتكسر ما والو وما كيبانش، حيتكم كتغطيو غير هكا بشي فوطه او سربيته وكتفزقوها مره مره وكتحطوها فوق الفقاس ملي كيخرج من الفران صافي، وكتخليوه راه ما باتش. هانتوما شفتو كيجي غزال صافي. غنبقى حتى نكمل كلشي وغادي نديرو الفران يتحمر ونرجع لكم الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال الفقاس هانتوما تشوف كيجي موحد في اللون، كيجي غزال بزاف ومقرمش. كنتمنى تجربوه وراه غادي يعجبكم بزاف. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي اول مره يشوف القناه يضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وبالصحه وراحه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.